ضيوفنا الكرام، السادة الأمناء العام للنقابات الطلابية، السادة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أيها الجمع المحترم، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقناعة راسخة بأن ما عند الله خير للأبرار، استقبلنا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا خبر استشهاد الطالب أحمد بن حمود صبيحة يوم الاثنين المنصرم. إنه لمصاب الجلد وفاجعة أليمة أن تفقد شابا في مقتبل العمر، شهد له الجميع حسن السيرة والأخلاق والتميز الدراسي، فقد أجمع كل الذين عرفوه وأستاذنه على تناهة خلقه وحسن سلوكه وتواضع الجود. أيها الحضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء، لقد اختار الله سبحانه وتعالى أن يستضيف أحمد بن حمود لجواره، إنه لشرف عظيم أن يلقى الشهيد ربه في سبيل الدفاع عن القرآن الكريم. وتتأكد هذه الخصوصية حين يكون الشهيد ممن يحمل بين جنبيه قلبا ينبض بتراتيب آيات القرآن الكريم. وكذلك كان زميلنا شهيدنا أحمد بن حمود رحمه الله، فقد كان حاملا لكتاب الله عز وجل مجازا به على يد أحد أكبر علماء هذا البلد. أيها الجمع الكريم، ضيوفنا الأعزاء، إنه ما يسهو له أن تزهق روح الشهيد أحمد بن حمود إبان مشاركته في مسيرة سنية تطالب بنصرة كتاب الله عز وجل ومواجهة النساء إلى مقدسات الأمة والمجتمع، وهو أمر مرفوض ومستنكر أنه وبهذه البساطة يقتل زميلنا لا لجرم فقام به ولا لذنب اقترفه، سوى أنه خرج متظاهرا بشكل سلمي خضابي ليقول أنه ضد المساس في مقدسات الأمة لموريتانيا جمعاء، وليعبر بكل شجاعة وإخلاص وتضحية عن الطريق لمنع الشعب الموريتاني. خرج الشهيد البطل أعزلا لله من مبادئه وقيمه وأخلاقه الراقية، فلفظ أنفاسه الكريمة دون أن يبدل أو يغير، فرحمك الله يا شهيدنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الجمع المحترم، إنما يواجه المجتمع المسلم المسالم هجمات شرسة ومتتابعة تعرض لمقدسات وقيمه السامية، يتطلبون الجميع أن يقف صفا واحدا في سبيل الرد عليها والدفاع عن عقيدته ومقدساته ووحدة صفه. ومما لا شك فيه أن الشعب الموريتاني يلفت في كل هذه المحطات حبه لدينه وتمسكه بقيمه واستعداده للدفاع عن مقدساته التي هي أسماء ما يجب أن يكون شعبنا وأعظم ما فخر به بين الشعوب والأمم الأخرى. وكان الطلاب كالعادة في مقدمة الصفوف دائما. أيها الجمع المحترم، إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا تقديرا لنا لمسيرة الشهيد أحمد بن حمود ووفاء لهدف النبي وغايته السامية، نطالب مجددا بفتح تحقيق سريع ومحايد ودقيق يوضح للرأي العام والطلاب والوطن ما حدث بالضبط للشهيد أحمد بن حمود، وتأخذ العدالة مجراها وينال مرتكب هذه الجريمة الشنعاء جزاءهم العادل ويحاكم على فعلته بإجرامه. كما نؤكد أنه على رئاسة جامعة نواكشوط في هذا المقام أن تطلق اسم الشهيد أحمد بن حمود على أحد مدرجاتها، أو أن تخصص جائزة سنوية باسم الشهيد لأحسن بحث علمي. هذا أقل ما يمكن أن نرد به الاعتبار لما قدمه شهيدنا من تضحيات الجسام لا يمكن أن تقدر بثمن ولا أن تكافئ بعمل مهما كان عمق دلالته وعظم مقاصده. كما نؤكد على مطالبتنا بسن قوانين رادعة تمنع ارتكاب هذا النوع من الجرائم مجددا بحق الطلاب وتحت الإجبار. تعازينا بالأسرة الكريمة بالشهيد أحمد بن حمود هو شهيدنا جميعا، والله نسأل أن يتغمد الفقير برحمته الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لنقف قراءة الفاتحة ترحما على روح شهيدنا.